الحقيقة إحنا بنتكلم دلوقتي وإحنا يعني خلاص يعني الحمد لله رب العالمين، نحمد ربنا عبرنا من عنق الزجاجة. لدينا مشاكل، نعم لدينا بعض، كنت لسه بتكلم مع الدكتور عبد العمارة، بعض الناس اللي ممكن تبقى شايفة ان في بعض اوضاع صعبة، في مش عارف اصحاب، مش عارف غلاء، في مش عارف ايه، بعض الصحابين زمان زمان اللي بيبقوا شايفين في السقف بتاع الحريات واطي شوية، عايزين نعرف شوية، كل الكلام ده يعني زي ما بيقولوا ما يتقالش الا في دولة قوية، ودي متطلبات دولة قوية ومتطلبات شعب يعيش في دولة قوية. بالتأكيد دي مش متطلبات مواطن ليبي مثلا، مفيش مواطن ليبي بيطالب برفع سقف الحريات مثلا، مفيش مواطن ليبي بيطالب مثلا بالنبي الأسعار غالية شوية، مفيش مواطن ليبي بيقول والله مش عارف الشوارع مش عارف ايه، ولا عملت شوية كبائر لخبطت لنا حياتنا، مفيش مواطن ليبي بيعمل كده ولا ايه؟ مواطن ليبي بيقول امتى هشوف مراتي ما بتتخطفش من البيت وتغتصب قدامي؟ ده اللي بيقول المواطن ليبي، ده اللي بيحلم بيه، انه يصحى الصبح ما يلاقيش ميليشيا داخله عليه واخده مراته او اخته عشان تغتصبها قصاده. ممكن ده برضه مش بيبقى مش متطلبات المواطن السوري، بالتاكيد مش متطلبات المواطن اليمني، بالتأكيد مش متطلبات المواطن العراقي. عشان كده احنا عندنا متطلبات وعندنا مشكلات، وهتفضل عندنا مشكلات، وهتفضل عندنا تطلعات، وهتفضل عندنا طموحات، ولكن تطلعات وطموحات ومتطلبات الدولة القوية. قبلها كان الرئيس نفسه مش احنا، كان بيتكلم عن شبه دولة. أنا أتحدى النهاردة إنه يقول الكلام ده، لا هو ولا غيره يقدر يقول إن إحنا مش في دولة، خلاص خلص، نحن في دولة قوية، مؤسساتنا رجعت قوية زي ما هي، جيشنا برقم واحد في المنطقة العربية، وواحد من الجيوش العشرة على مستوى العالم، أجهزتنا الأمنية أنتوا شفتوا شكلها في مارس 2011، شفتوا مهاجمة المقرات الشرطية، مهاجمة الأمن الدولة، تفتيش الأوراق، عبس بعض الصعاليق بهذه الأجهزة المهمة اللي كانت بتحمس، شفتوا بقى ليكم النهارده ما حدش يقدر يعمل حاجة زي كده، خلاص هذا الزمن خلص. رجعت أجهزتنا تاني تقدر ترصد المخططات، تكشفها، تلقي القبض على العناصر قبل أن يقوموا بتنفيذ هذه المخططات. رجعت الأيدي الطولة لأجهزة مخابراتنا في المنطقة بالكامل، سواء برا مصر أو جوه مصر، رجع جيشنا يقدر يحمي مش بس حدودنا، لا ده يقدر يخش في المتوسط ويدافع عن مستقبل ولادنا في التنمية الحقيقية، في رزق ولادنا، في آبار الغاز و الحدود المائية بتاعتنا في ملتصقة قبرص والنيل. عايزين يعني طبعا انا مش جاي فاهم حضراتكم، ولا جاي اقول الكلام ده عشان انا جاي عشان اذكركم واذكر نفسي دائما ان لدينا متطلبات، نعم لدينا مشكلات، نعم لدينا الضجر أحياناً نحكي به لأنفسنا ولزملائنا وأصدقائنا، نعم، لكن هذا الضجر، هذه المشكلات، هذه المتطلبات هي متطلبات مواطن قوي في دولة قوية، مش متطلبات مواطن بيرتعش من الخوف في دولة مقطعة الأوساط. هذا مكان يريد الآخر أن يوصلونا إليه في هذا التوقيت. نجحنا بفضل الله سبحانه وتعالى، نجحنا
بهمة وعزم وقوة إرادة ووعي المصريين. أنا وغير آلاف غير لو كنا هاتينا من هنا للصبح وانتم ما سمعتوش ولا الهوى، لو كنا قلنا من هنا للصبح وانتم ما صدقتونيش ولا الهوى، ايه اللي ممكن يصير؟ انما ان تخرج الكلمه من القلب تدخل قلوبكم تصدقونا، الوعي يزداد، الهمه تطلع، القوه تطلع، نتخلص من كل هذا البلد.